السلام عليكم. لن تصدق ما فعلت فتاة أمام الشاطئ المركزي بولاية بومرداس اليوم الاثنين، وهذه التفاصيل الكاملة. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. قامت فتاة تبلغ من العمر 20 سنة بمحاولة إنهاء حياتها بالشاطئ المركزي بولاية بومرداس. الفتاة الضحية، وحسب مصادر محلية نشرت الخبر، قامت بإيذاء يدها باستعمال شفرات حلاقة، حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية بعد تلقيها نداء عبر الرقم الأخضر، وتم إسعافها وتحويلها إلى استعجالات بومرداس. الفتاة، وحسب ذات المصادر، تعاني من بعض المشاكل ودخلت في حالة نفسية صعبة، وهي الآن في حالة مستقرة صحيا حسب مصالح الحماية المدنية، والحمد لله.